رأي ورأي آخر، حبينا يكون معانا الأستاذ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية ردا على تصريحات الأستاذ نجيب ساويرس. أستاذ عبد المنعم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. سمعت تصريحات الأستاذ نجيب ساويرس واللي بيؤكد فيها إنه بيقول أنا بتكلم بكل صراحة، طلعوني كذاب، أنا فلوسي كلها معروفة، الفلوس كلها دي جت منين وهي تمويل خارجي. حابب ترد تقول ايه يا استاذ عبد المنعم؟ والله حابب ارد ان المهندس نجيب ساويرس بيحترف قلب الحقائق. يعني القاعده الشرعيه بتقول البينه على من ادعى واليمين على من انكر، وبتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فهو اعطى لنفسه حق السب والقصف والاتهام، وبعدين بعد كده اعطى لنفسه برضه حق ان يتجاهل ان في الدنيا وسائل اعلام اخرى غير اون تي في. يعني مش لازم اللي عايز ينفي تهمه اتهمه بها الباشمهندس نجيب انه لازم يروح يعني يستسمح ويستلطف الناس بتاع اون تي في، بتاع يا اخوانا انا عايز اجي انفي التهمه. في التهمه اتنفت في وسائل اعلام كتيره جدا، بل بعضها يعني هو شريك فيها، يعني اتنفت على مصراوي وناس هددت انها هترفع عليه قضيه. وفي يعني عموما خلينا نرجع للاصل، يعني هو الان يعني طلع بنتيجه من مقدمتين كلاهما افسد من الاخرى. المقدمه الاولى ان هو اتهم، ثم الثانيه انه لم يرد احد، اذا فهذا الاتهام صحيح. والاصل ان اللي بيتهم هو اللي يجيب دليل، والا ده بيبقى اسمه في القانون والعرف والتقاليد المصريه بغض النظر عن الدين، هو بيتكلم كتير على ان هو اتربى بين المسلمين وبالتقاليد المصريه. كويس، التقاليد المصريه تقول عيب ان حد يتهم احد بلا بينه. فاذا هو الذي اتهم بلا بينه هو الذي اعمى بصره ان يقرا في وسائل الاعلام بعضها مملوك ليه، زي بقول لحضرتك ان في ناس ردت عليه. الامر الاخر ان اللي هو بيقوله ده وموقفه الحالي يدين نفسه، لان انا لما اشوف جريمه في حق المجتمع ما ينفعش اطلع في الفضائيات واقعد اقول طالما جريمه مثبته اجري على النائب العام واقول اقدم بلاغ للنائب العام ان هو اذا كان هو على يقين يعني بما يدعيه. الامر الاخر ما اعرفش منين الاستاذ نجيب ساويرس مفتكر نفسه وهو الغني الوحيد في الدنيا، يعني الله هو الغني الحميد. يعني فاذا كان هو راجل بيصرف على حزب وقال ان هو مش عارف كان يعني حزب المصريين الاحرار ومش عارف هو ذكر حزبين ثلاثة كان بيصرف عليهم وكده، ففي برضو الآخرين الأيديولوجيات الأخرى لها أنصار من رجال أعمال. صحيح يعني ما اشتروش موبينيل من الحكومة بتراب الفلوس، وبالتالي ما زالوا لسه في يعتبروا من صغار رجال الأعمال، لأن لو الحكومة في العصر الفاسد أعطت لكل رجل أعمال شبكة محمول هدية أو بسعر بسيط كان زمان كل مصر نجيب ساويرس. يعني احيانا مش كل الناس اللي بتجيب اموال كبيره بتبقى جايباها من طرق غير مشروعه 100%. احنا لقينا في نظام الفساد في النظام السابق في اراضي مش عارف بيقولوا في الجونه ولا فين اتباعت المتر بجنيه باين في كده، يعني حاجات تخص عائله ساويرس عموما تخص ناس كتير غير ساويرس. ولكن انا مش عايز اتكلم في حته هو مصادر ماله فين، لان انا ما يعني ما عنديش توثيق غير ان مشكله موبينيل معروفه للناس كلها. ازاي ان الشبكه دي كانت جايه من الامارات هديه لمصر، ومصر ركبتها ووزاره الشركه المصريه للاتصالات المملوكه بنسبه 100% نزاك للدوله تحملت زي تاعي، يعني واحد بيعمل مشروع يتحمل سنوات الخساره واول ما يجي يربح يقوم بيعه لحد تاني. هو ده اللي حصل بالظبط لو الناس تفتكر ان الشركه المصريه للاتصالات هي اللي جهدت لكي تقنع الشعب المصري ان في حاجه اسمها محمول وانه يشتري جهاز بعده الاف ويدفع في الدقيقه 2 جنيه ونص وقتها. وبعد ما الناس اقتنعت اتباعت الشركه للمهندس نجيب ساويرس. يعني حلال عليه ما فيش مشكله، بس برضه يعني لازم يفتكر ان الايديولوجيات الاخرى لها انصار. وبعدين لو انا بجمع 10 جنيه من عده ملايين ممكن برضه يعادلوا رجل اعمال بيصرف لقيت شوية تجار من المتوسطي، يعني دي مصادر دخل الأحزاب إذا كان بيعني الأحزاب الإسلامية خصوصا لها أنصار من كل الطبقات. العضو بيدفع 10 جنيه في الشهر، التبرعات
لبعض الموظفين اللي ممكن عنده فرصه يدفع 100 جنيه، لبعض التجار اللي عنده ممكن يدفع اكتر من كده. في حملات اجزاء كتيره من اللي هو بيقول عليها حملات انتخابيه كانت تطوع من الاهالي، ويا ريت برضه. وبقى هيقول مثلا لا ده كلها شبه بعض، وكان وكل المرشحين تقريبا يعني حضرتك عارف بعض المرشحين بيبقى مرشح عيلته اللي بتصرف عليه. هو بيبقى عنده خطاط واحد عامل اسطمبه، ويا اخوانا اللي عايز يجاملني ب 10 يوفط يروح لفلان، وبنلاقي مثلا تجاره كذا تؤيد المرشح فلان، يقطع اختها بالظبط تجاره كذا تؤيد المرشح فلان. ده مش دايما بيبقى هو اللي دافع الفلوس، لا ده هو بيتفق مع شركه دعايه معينه، ثم ياتي التمويل من عده جهات، ثم ان ما حدش ساله هو جاب تمويله منين. واظن في جهات رسميه مسؤوله تسال كل الاحزاب، ولكن اللي شايف جريمه مكتمله في الاركان عليه ان يبادر الى الذهاب الى النائب العام. الامر الاخر مساله استغلال الدين. في الواقع ان الاحزاب الاسلاميه لا يمكن ان تسمى انها تستغل الدين. لماذا؟ لان لها فهم معين للدين بتقدمه للناس، هو ان دين الاسلام فيه تشريعات. تشريعات اقتصاديه، تشريعات سياسيه، وبالتالي هذا هو فهمها للدين. لكن الا اسمه استغلال للدين، ان رجال دين سواء كانوا مسلمين او نصارى يأيدوا المرشحين بعينهم لا لاعتبارات دينيه، يعني هو مش لان دينه بيقول له دافع عن اللي عايز يحرم الربا، ولا لان دينه بيقول له دافع عن اللي عايز يحرم الخمر، لا لمجرد ان ده يشاركه في الدين. واظن الكتله المصريه متهمه، ده بقى اتهام مش اتهام مرسل، ده اتهام مثبت ببيانات نسبت الى الكنيسه، الكنيسه تبرأت منها مشكوره، ولكن بعض رجال الدين اعترض مسؤوليته عنها. فاذا مش هنقدر عشان نبقى دقيقين مش هنسميها قاعده الكنيسه، وكان ده اسمها الاعلامي، ولكن على الاقل الكتله المصريه رضيت بان يكون تزكيتها صادره من رجال دين مقتضيات دينهم ان يقولوا اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هو بيقول ان كل بيقول المسؤولين عنده المجلس الرئاسي داخل الكتلة 100% مسلمين، وأن 80% المنتمين من هذه الأحزاب مسلمين، وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. لا أشكك في معلومة أن 80% مسلمين من حزب المصريين الأحرار، ولكن على أهب جدلا أن الآن رجل دين نصراني مثلا يقول انتخبوا حزب النور السلفي. خليني مثلا أفترض هذا الفرض الجدلي، ألا يمثل هذا مشكلة؟ بغض النظر أن ده بقى دين، ان هنا مؤسسه دينها بيفرض عليها عدم التدخل في السياسه، شعارها عدم التدخل في السياسه، تزكي مرشح معين لاعتبارات ما، اذا هنا هيحصل ما يسمى بالخلط بين الدين والسياسه ينطبق تماما على هذه الحاله. لكن لما انا اقول انا يعني برنامجي السياسي نابع من دين يفرض علي تشريعات معينه، إذا ده أنا متفق مع فكرتي. أيوة. ومتفق مع عقيدتي، وهذا وبيقعد هذا على الشعب المصري ويقبله. فإذا الكتلة المصرية هي المتهمة الأولى بقضية استغلال الدين. بلاش حتة الكنيسة. الكتلة المصرية بعضها أحزاب ليبرالية وبعضها أحزاب يسارية. وهذا يعني أنها كتلة غير متسقة الأيديولوجيا. بمعنى بماذا ستخاطب الناخب؟ لا أجد لها خطابا توجهه إلى الناخب إلا أنها لها فهم معين للدين الإسلامي أنه لا يتعارض مع العلمانية. إذا هم كتلة دينية بامتياز. يعني شعاراتهم وبرامجهم وخطابهم الموجه للناخب هو أن إياك من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، لأنهم يفهمون الدين خطأ. إذا الخطاب ديني من أوله لآخره. والدكتور رفعت السعيد في خطاب التأسيسي للحملة الانتخابية للكتلة المصرية كان خطابه ديني بامتياز، بيتكلم على الاحزاب الدينيه لا سيما الاخوان، استخدم مصطلحات يعني ربما مثلا من جنس ان الاخوان نفسهم ياخدوا 75%، بيقول كده بالتعبير الدارج يا اخي خدهم ربنا، ويعني هذا التعبير يعني يبذل بين الديني على الشعبي على السياسي على حاجات كتير جدا. اذا الكتله المصريه كان الاولى بها
أن يكون لها برنامج سياسي محدد وأن تبتعد عن استخدام الدين. طيب أنا مش عايز أثقل على حضرتك يا أستاذ منعم، ولكن في النهاية عايز حضرتك تعليق ولو بسيط من حضرتك. هو قال في النهاية أنه الكتلة بعد ما تخلص الانتخابات هتطلع هتنزل إعلانات واضحة جدا بكل مليم اتصرف جه منين وراح فين. هل ستقوم الأحزاب اللي ليها انتماء سلفي بفعل نفس هذا الأمر؟ والله في الواقع الأحزاب بتخضع لرقابة الجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات، فمش هيبقى المهندس نجيب ساويرس هيشرع قانون لوحده. وبعدين هو عنده حاجة، هو جه منين وراح فين؟ جه من جيب المهندس نجيب ساويرس واتصرف على يفط كذا وكذا وكذا. في الواقع الأمر يعني احنا عندنا برضو الداخل والخارج، من غير ما المهندس نجيب ساويرس يطلع على الإعلان ويتكلم مثبت بواقع دفاتر. والله لو الأحزاب اتفقت على عرف، مع ان هو القانون بيقول ان الجهة اللي من حقها تيجي وممكن تيجي فجأة على اي حزب وتقول له وريني ميزانيتك، هي الجهاز المركزي للمحاسبات. لكن لو يعني انا لا يعني الكلام ده انا يمكن اجيب عليه ارتجالا، بمعنى ان الموضوع لم يعرض على الهيئة العليا للحزب لتقرر في رأيها، ولكن انا ارى ان من الصعب ان يجي حزب يقوم هو يسن لنا سنة لوحده. الاحزاب لو اتفقت الاسلامية وغير الاسلامية على هذا العرف فلا بأس. ومع هذا ما هو الامر عنده بسيط جدا، يقدم شكوى للنائب العام او الجهاز المركزي للمحاسبات ان الحزب الفلاني هو شاكك فيه، وهم هيتحركوا يعملوا الخطوة اللي هو عايز يقولها دي. اما المبادرة الى اعلان هذا الامر، طب انت مثلا انا بقول لحضرتك بالنسبه للمصير احرحب الامر سهل جدا لان الممولين هو شخص واحد. لكن انا عشان اقول قائمه الممولين وانشرها في الجرايد يبقى انا عايز ميزانيه اكبر من ميزانيه الادعاءات الانتخابيه. لان انا بقول لحضرتك انا عندي اعضاء بيدفعوا 10 جنيه في الشهر، وعندي تبرعات ممكن تبقى مثلا 100 جنيه في الشهر، وعندي تبرعات اكبر من كده للتجار اللي اكثر من كده. الدخل هو عنده الدخل ربما يكون سطر واحد وهو مبلغ كذا. وصلتنا الرؤية. لو تطمنا على المقاعد في الأسكندرية الأخبار إيه؟ والله أنا دائما أفضل انتظار النتائج الرسمية، بالذات بعد ما كانت الانتخابات الأولى المؤشرات الأولية أو النتائج اللي هي صرفت على المؤشرات الأولية، يمكن قدامنا نص ساعة تقريبا تكون النتائج معلنة إن شاء الله. أستاذ عمنا مش حاتم متحدث باسم الدعوة السلفية، بشكرك شكرا جزيلا.